السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معاكم مرقة الشوفلير أو زهرة القرنبيط، مرقة بنينة وسهلة. كان عجبكم الفيديو وحبيتوا تشجعوني ما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتبارطاجوا الفيديو بين الأهل والأحباب، وشكرا وبارك الله فيكم. نتعدوا تاو المقادير. المرقة متاع الشوفلير عنا كيلو شوفلير أو زهرة يعني توزن كيلو، عندي 4 حبات طماطم رحيتهم وصفيتهم القلوب متاعهم، عندي 2 سنينات ثوم رحيتهم، يمكن مغرفتين متاع أكل ثوم، عندنا فلفل أحمر اللي هو كيف هكا يبدأ جديد، قصيت 3 كيف هكا 3 قرون فلفل، فلفل يبدأ حار شوية، نحنا ماكم عارفين نحنا توانسة ناكلو الحار، اللي ما تحبش الحار تنحيه. عندي زيت عادي وزيت زيتونة باش نعمل شوي وشوي، عندي التوابل التونسية تو نجوها المرحلة متاع التوابل، عندي راس بصل متوسط، عندنا كيلو دجاج من الافخاذ، وعندي 50 غرام حمص قاعد يطيب توا صبقته من الاول خاطر هو كاسح شوي، نحب يطيب نص طياب باش يكمل يطيب مع الصوص. قبل ما نبدو طيبه يلزمنا عندي طريقه نتاع الشوفلير باش نحافظوا على اللون نتاعو، وباش نوريكم الطريقه كيفاش نعمله. توا هذه نص مغرفه ملح نتاع اكل، نصف مغرفه، وعندي نصف ليمونه، نصف كعبه قارص عصرتها وباش نحطها في الماء، وعملت اناء فيه يمكن لترتين ماء. نحركوا القارص والملح مليح باش يذوبك الملح، ذاب الملح، نحطوا فيه الشوفلير، نحطوه على الاقل 10 دقائق وبعد نصفوه ونفوروه نطيبوه على البخار. حطينا الكسرونه باش نطيبوا فيها، توا نحطوا شويه زيت عادي بسم الله قدر 4 مغارف، ونحطوا شوية البصل قصيناه، نخلوهم يتقلو شوي، البصل قاعد يتقلى شوي. نزيدوا أول حاجة الفلفل الأحمر الفريش اللي قلت لكم راهو كي يتقلى مع البصل يعطي نكهة باهية في الماكل، نخلطوه شوي خليه يتقلى شوي، ونزيدوا شوية ثوم، ما نزيدوش كل الثوم، نزيدوا الشطر نتاعو، نخلوه يتحرك شوي ويتقلى شوي. نسيت ما وريت لكمش ديما ناسيه ماكم عارفين، شطر مغرفه طماطم معجون كونسونطري باش تجي الصوص عقده شويه، كي نزيدوها شويه طماطم معجون طماطم مركزه، نخلوهم يتقلو شويه مع بعضهم، هي تتقلى شويه ونحنا نزيدو الطماطم المرحيه الطماطم الفريش، نصبوها الكل نخلطو كل شيء مع بعضه. يبدا عندنا اللفاح نتاعنا، خليني نسميكم مغرفه ناقصه شويه نتاع ماكله تبلو كروي، مغرفه صغيره كركم، مغرفه ناقصه شويه ثاني فلفل احمر مرحي مش حار حلو، وعندي شويه فلفل اكحل اقل من مغرفه صغيره، وعندي شويه ملح، وعندي ورقات رند. هذا ما اللفاحات نتاعنا هاكم تشوف، هذا ما اللفاحات اللازمين نحطوهم في الوقت هذا، نحطوهم الكل ونحطو معاهم ورقات الرند ونخلطو شوي، خلوهم يتقلو شوي مع الطماطم، خلطوا كل شيء مع بعضه، ونزيدوا قدر 3 مغارف زيت زيتون ما نكثروش، ونحركوا كل شيء مع بعض. هذه الصوص نتاعنا، يبقى الدجاج، الدجاج ما نعملوش تو تو، نحطوا له شويه ملح وشويه فلفل اكحل الدجاج وعصره صغيره قارص، ونخلوه يرتاح حتى لين يطيب الحمص. تقلت الطماطم نتاعنا مليح، توا يبدا عندنا 50 غرام حمص، وعندي في يعني قاعد يطيب، نحط كل شيء مع بعضه توا، نزيدوا الماء سخون بالحمص ونخلط مليح، نستنوه لين يغلى كل شيء مع بعضه. الصوص عاود تغلت، توا نقصوا عليها النار تبدا نار هاديه، ونغطوا عليها حتى لين الحمص قريب يطيب نحطوا له الدجاج. حطيت كسرونه اخرى فيها مقدار صغير من الماء اقل من نصف فيترة باش نعمل فيها وريقتين رن، باش نعمل فيها قدمه نتاع خبز. شوفوا معايا، وهذا كرافس، اللي عندها الكرافس العروش تعمل، اللي ما عندهاش تعمل هذا، انا عندي الكرافس هذه، نعملوا شويه الكرافس ونعملوا شويه بصل وشويه ثوم، شوفوا شويه برك. الناس ما يحبوش ريحه الشوفلير، الطريقه ذي راهي باهيه، ما تخليش ريحه الشوفلير قوي، يعني ريحه القرنبيط زهره القرنبيط ما تبقاش قويه كما العاده. نحطوا توا الكسكاس ونحطوه 20 دقيقه يطيب على البخار. توا عندنا شويه الدجاج اللي هما الافخاد، نحطوا فيهم يمكن مغرفه قارص هكاك ما كثرش من مغرفه، ليمون
عصير القرص، مغرفة نتاع أكل، وعندي رشة فلفل أكحل، نزيد نحط فيه رشة فلفل أكحل، ونزيد نحط فيه شوية ملح، ما نكثرش غير نملح الدجاج برك، ونخلطه كله كيف هكا. انا ما بيتش نحلو الجلده الفخذ اليوم، ولا نحيلو الجلده، اما في الصوص هذيه يبقى بالجلده خير باش ما يتفترش. توا نغطيه ونحطه في الثلاجه حتى لين يطيب الحمص شوي باش نحطه في الصوص. الشوفلير نتاعنا طاب، توا عملت بيضتين هاكم تشوفوا في صحن، وعندي كاس حليب نحطوهم فوق البيضتين، ونحطوا شويه ملح، ما نكثروش خاطر الملح وغير الحليب والبيض، وشويه فلفل اكحل، ونركضوا مليح البيضات نحلوهم في الحليب. ويبدا عندنا الزيت قاعدين نسخنوا فيه، وهذايا الشابلير عملته لكم مره في القناه، شوفوا القناه تلقوا الشابلير نتاع يمينه كيفاش عاملاه. هذا الشابلير هذايا هو بي نفس الشابلير عملته في الكونجيلاتير، راهو يصبر. هاني جبته تو باش نعمل بيه الشوفلير معاكم. نجيبو تو الشوفلير نتاعنا، نحطو بالزهرة كيف هكا، نحطوه في الحليب. شفتوها كيفاش نقلبوها باش تكون الأجناب الكل فاهم الخليط، ونحطوها فوق الشابلير. الشوفلير ما تخلوش يطيب ياسر، يعني خلوه شد روحه شوي باش ما يتفترش. نهزوهم تو للمقله نقلوه. حطيت الزيت في المقله، وحطيت الشبكه هذه تبع الفريتيز باش تسهل عليا الامر، وحطيت قيمه كبيره، يعني تحطوا في معون ضويق وعالي، يبدا الزيت عالي باش تنجموا تقلوا الشوفلير صحيح. شوفوا معايا هاو بدا ياخذ اللون، نخلوه لين يحمر شوي ونهبطوه، وراه ما يشدش وقت، نكملوا نقلوهم الكل بهالطريقه هذه. هاكم تشوفوا فيه قريب يحمر، كل مره نحركوه شوي، ونبدا محضرين الصحن وعاملين فيه الورق اللي يمص الزيت البابي سويتو هذايا باش نحطو فوق باش ياك الزيت الكل يستقطر منه. كل مره نحركوه شوي كيف هكا، ونساعدوه راهو يبدا راشي، كي يبدا طايب يبدا يعني ديليكاتو شويه، يبدا هابي، حركيه بالشوي في الزيت. هذه مرقه الشوفلير، شوفوه الشوفلير راني ما نحطوش في المرق يطيبنا، بعد لا يطيب الدجاج مع الحمص المرقه نتاعو تجي واقفه على زيت، هاكم تشوفوا فيها خاثره طول. نحطوا حدات الشوفلير ما نقليناهم، ونحط عليهم شوي صوص من فوق في الصحن، ما ندخلهمش الشوفلير ما ندخلوش في الكسرونه. هذاك علاش مطعم وجي مغاير، والمرقة ذي ننصحكم جربوها، واللي كان ما يحبش القرنبيط والشوفلير تغير رايو، بيحاول له تعجبه الطريقة هذه، خاطر الشوفلير ما نحطوش في الصوص وهو يطيب. ان شاء الله تعجبكم فكرة المرقة بالشوفلير وتنال رضاكم. الى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.